السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد هوب. إذا كنت تشاهدون للمرة الأولى أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا، وأيضا كبداية لهذا الفيديو عزيزي المشاهد لا تنسى الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا قبل الدخول والشروع في هذا الفيديو الذي سأتكلم عنه يوسف بلايلي وأيضا عن النجم الدولي الجزائري يوسف عطار والغزال الجزائري، أود أن أشكركم من صميم قلبي على الدعم المتواصل لهذا القناة، شكرا لكم جزيلا، وهذا شيء يحفزني من أجل يعني تقديم المزيد من المحتوى، وخاصة أننا دخلنا إلى التوندونس الجزائري أي الفيديوهات الشائعة، وأيضا حصدنا المكانة الثامنة في التوندونس الجزائري، فشكرا لكم أعزائي المشاهدين على هذا الدعم المتواصل لهذه القناة، ونبدأ على بركة الله. طبعا أعزائي المشاهدين في بداية الأمر نتكلم عن أخبار يوسف بليلي الذي قام نادي الأهلي السعودي بتجهيز طائرة خاصة له من أجل إعادته هذا اللاعب الدولي الجزائري يوسف بليلي وعائلته إلى المملكة العربية السعودية في أقرب الآجال، حيث كشفت جريدة الوطن السعودية كما تشاهدون أعزائي المشاهدين أن إدارة نادي الأهلي تنسق مع اللاعب الدولي الجزائري يوسف بليلي للخروج من الجزائر وتوفير طائرة خاصة له للعودة إلى جدة بعد تعثر خروجه أعزائي المشاهدين من الجزائر منذ فترة بسبب توقف الرحلات الجوية بعد الحظر الجوي الذي فرضته الحكومة الجزائرية بعد جائحة كورونا. أي بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين وباختصار شديد يوسف بليلي عالق في الجزائر، وأيضا إدارة نادي الأهلي السعودي تريد أن تحضر هذا اللاعب وذلك خصصت له طائرة خاصة من أجل إحضاره إلى جدة. وأيضا وعملت الإدارة النادي الأهلي على انتهاء الإجراءات وتنتظر الموافقات بين الجهات الرسمية، ومن المتوقع وصول اللاعب فور صدور الموافقات خلال اليومين المقبلين، حيث هنالك طائرة خاصة مجهزة له لنقله ونقل عائلته فورا. علما أعزائي المشاهدين أن هذا اللاعب ما زال عالق في الجزائر ولم يتدرب مع يعني فريقه، إلا أنه ما زال يواصل مشواره وأيضا تدريبه المكثف في مدينة وهران، فكل التوفيق لنجمنا الدولي الجزائري يوسف بليلي في هذه الانتقالة الجوية أعزائي المشاهدين، ونتمنى له يعني رحلة سليمة. وبما أن هذا النادي مطالب عليه بقوة في ظل هذه الأزمة أعزائي المشاهدين، إلا أن احتمالية خروج هذا الدولي الجزائري إلى بعض الأندية الأخرى مثل ما أشيع في الصحافة يعني التركية وإلى غير ما ذلك، أعتقد أنها زي مشاهدين أخبار يعني اهتمامات فقط ولا يوجد أي شيء رسمي، والله أعلم. يعني ما دام إدارة نادي الأهلي يعني متشبثة بهذا اللاعب وتريد إحضاره من أجل مواصلة اللعب، لا أعتقد زي مشاهدين أن يوسف بليلي سيترك هذا الفريق، وكما قلت لكم والله أعلم، يمكن أن يغير رأيهم أو يمكن أن يتلقى عرض رسمي وينتقل، فلهذا زي مشاهدين أنا دائما لا أؤكد لكم الخبر بشكل رسمي، ولأن هذه هي الحياة صراحة، يمكن أشياء تتغير ويمكن أشياء تبقى على حالها. والآن أعزائي المشاهدين سنتكلم عن النجم الدولي الجزائري يوسف عطال الغزال الجزائري وربي يحفظه من العين، وها هو عاد من الإصابة والحمد لله. أعزائي المشاهدين نتمنى له مشوار كروي جيد، وإن شاء الله يعود كل الفترات التي كان فيها مصاب ولم يلعب ولا مباراة واحدة، نتمنى له أن يعوض ذلك الوقت الذي ضيعه، ونتمنى أن يعود بفورمة عالية وجيدة وروح تنافسية أكبر. فبطبيعة الحال أعزائي المشاهدين في الأول الأخيرة زين الدين زيدان كان مطالب حول هذا اللاعب، وقد شرحت لكم فيديو سابق عن هذا الموضوع الذي تجدونه أمامكم هنا. زين الدين زيدان كان مطالب عن النجم الدولي الجزائري يعني يوسف عطال من أجل تدعيم صفوف فريقه بعد خروج ركائز من نادي ريال مدريد مثل أشرف حكيمي الذي انتقل إلى إنتر ميلان، حيث أيضا يود هذا المدرب مدرب ريال مدريد أن يجعل اللاعب الجزائري بديلا لداني كارفخال. وطبعا ليخرج النجم الدولي الجزائري يوسف عطال خروج مدرسة بارادو أن لديه العديد من العروض، لكن تأهل نادي نيس للمشاركة في منافسة أوروبا ليج تحفزه أكثر على مواصلة المغامرة. وأضاف أيضا عطال قائلا: لم أؤدي موسما جيد بسبب الإصابة، ورأينا أعزائي المشاهدين غياب النجم الدولي الجزائري يوسف عطال العديد من المباريات، والحمد لله ها هو عاد لنا بصحة جيدة، ونتمنى كما قلت لكم أن يقدم موسم خرافي. لذلك قائلا: أطمح في تعويض ما فاتني خلال المنافسة أوروبا ليج التي ستكون أول كأس أوروبية سألعبها، ومن المتوقع أعزائي المشاهدين أن
وصل بطل إفريقيا لسنة 2019 الذي يربط عقده مع نادي نيس الجنوب الفرنسي إلى غاية سنة 2023 مغامرته في نادي نيس، إلا إذا حدثت مفاجأة خلال الميركاتو الصيفي. وبهذا أعزائي المشاهدين يكون يوسف عطال الغزال الجزائري قد حطم أمال زين الدين زيدان من أجل استقطاب هذا اللاعب الذي كان صراحة يطالب عليه في العديد من المرات. وطبعا أعزائي المشاهدين لكي يغلق النجم الدولي الجزائري يوسف عطال جميع الأبواب نحو ريال مدريد قائلا عن إمكانية مغادرته لنادي نيس قائلا أنا أمتلك طموح كبير، عندما أغادر نيس سيكون ذلك من أجل التوقيع في فريق كبير جدا، ولكن حاليا هو مركز مع فريقه نادي نيس، وحتى زي مشاهدين مدربه لا يريد الاستغناء عن هذا اللاعب، هو والنجم الدولي الجزائري أيضا ابن الصحراء الجزائرية هشام بوداوي. فبطبيعة الحال زي مشاهدين كان هذا نوعا ما خبر صادم لزين الدين زيدان الذي أراد استقطاب هذا اللاعب واحتاره إلى نادي ريال مدريد، رغم أنني يعني تقبلت هذه الفكرة وأحببت فكرة انتقال يوسف عطال إلى نادي ريال مدريد، إلا أن يوسف عطال يرى مشواره الكروي مع نادي نيس أكثر نجاحا. فلهذا زي مشاهدين يعني كل شيء يقرره يوسف عطال سيكون لصالحه إن شاء الله، هو أدرى بمستقبله وأراد أن يكمل مستقبله مع نادي نيس، ولكن أعزائي المشاهدين لم ينفي انتقاله إلى نادي ريال مدريد، فمن الممكن مستقبلا أن يقدموا له عروض من ريال مدريد أو من أي نادي آخر، ويعني يوقع عقد احترافي مع أي نادي آخر، علما أن يوسف عطال قائلا أنه عندما ينتقل من نادي نيس، عندما يخرج من نادي نيس سينتقل إلى أفضل نادي يعني يقدم له عرض، ومن أفضل النوادي أعزائي المشاهدين هنالك ريال مدريد. فوجهة النجم الدولي الجزائري يوسف عطال إلى نادي ريال مدريد يعني بدت هذا الحلم أن يصبح حقيقة، ولكن أعزائي المشاهدين ليس هذا الموسم، لأنه نفى خروجه هذا الموسم من نادي نيس ويريد مواصلة مشواره في نادي نيس هذا الموسم، والله أعلم يمكن أن يغير رأيه أو يمكن إدارة نادي نيس تغير رأيها لأن هذه الأشياء تحدث، ولكن أعزائي المشاهدين حسب تصريح يوسف عطال إنه باقي في نادي نيس، ونتمنى ليوسف عطال المشوار الكروي الناجح إن شاء الله هذا الموسم خاصة في اليوروبا ليج، ونتمنى أن يقدم أزهى يعني مستوياته مثل ما التي كان يقدمها في كان 2019 مع المنتخب الوطني الجزائري، ونتمنى أعزائي المشاهدين أن تبتعد عليه العين الحسودة أعزائي المشاهدين لكي يواصل مشواره الكروي بكل سلامة وألا يتعرض لأي إصابة أخرى. صراحة أعزائي المشاهدين أنا من المعجبين بيوسف عطال وبما يقدمه في أرضية الميدان، وصراحة عانيت من غياب يوسف عطال في الآونة الأخيرة عندما لم يكن يلعب مع نادي نيس. فبطبيعة الحال أعزائي المشاهدين كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.